الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده، نستعينه، نستهديه، نستغفره، نسترشده. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة الكرام، التشريعات في ديننا والوصايا في إسلامنا تبدأ بتحقيق الإيمان، بتحقيق الإيمان أي بزرع الإيمان في القلب والنفس، وبحسن العبادة، ومتانة العلاقات، وصفاء الصلات. الصلات بينك وبين الناس، بينك وبين الأرحام، بينك وبين الجوار. واليوم أمضي في خطبتي وأتحدث عن علاقة المسلم مع جيرانه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جمع الله عز وجل في هذه الآية بين حقه جل وعلا عندما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأصحاب هذه الحقوق، حقوق عباده، منهم ذو القرابات، وخص بالذكر الوالدين. ثم ذكر جل وعلا الجار، حقه، ثم حق الوالدين، ثم حق الجار. الجار القاء إن كان المريض يحتاج إلى شيء من الإسعاف، قول بسم الله، خليهم يطلعوا بسم الله يا قاضي الحاجات، أخين يعني يساعدوا حتى نستطيع أن نتم الخطبة. قول بسم الله يا قاضي الحاجات، اللهم اشفنا واشف كل مريض، واشفنا واشف كل موجوع، وأنزل على دائنا دواء من عندك يا رب العالمين. أمر بعبادته جل وعلا، ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم أمر بالأقرب فالأقرب وهم أولو القرابات، ثم الجار. الجار ذو القربى، والجار الجنب
الذي هو بالجنب، ومنهم ضعيف محتاج وهو اليتيم المسكين. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم ما عني به الإسلام تنظيم العلاقة في المجتمع. بدأ بالوالدين، ثم الأقارب، ثم شمل الجيران. لماذا الجيران؟ الجيران يعرف بعضهم بعضا، ويحيط بعضهم بأسرار بعض، يعرفون ما يدخل وما يخرج، يشاهدون الغادي والرائح، ويسمعون الأصوات، ويشمون الروائح، يبلغهم ما يجري من وفاق وخصام وخلاف ووئام. والجوار في معناه كل ما يعظم حقه عقلا وشرعا، يقال استجار به وأجاره. وربنا عز وجل في مقام الربوبية يجير ولا يجار عليه. وقد خذل إبليس أتباعه وزين لهم حين قال: وإني جار لكم، وهو لم يكن جار. الجار هو الذي يجير. وكان من عادات العرب أنهم يجيرون المظلوم، وأنهم يجيرون الضعيف. أيها الإخوة الكرام، يقول الحافظ ابن حجر: الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والقريب أي ذو الرحم والغريب، والأقرب داراً والأبعد، ولهم مراتب بعضها أعلى من بعض. الجار اللي يسكن ملاصقك له حق في الجوار أعظم من الجار الذي يسكن بعيداً عنك في الطابق. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام عظم حق الجار فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، ظلمه واعتداءه. وفي الحديث: من آمن ما آمن بي، من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أيها الإخوة الكرام، ما هي حقوق الجار؟ الجار له حقوق. أول حق هو الإكرام. شو معنى الإكرام؟ الإكرام بابه واسع. الإكرام يبدأ بالكلام، يبدأ بالسلام، يبدأ بالتحية. هل تصدقون أن في هذه الأيام بناء أو عمارة فيها 5 دور، فيها 10 جيران، لا يعرف بعضهم بعضا؟ وإذا نزل بعضهم على الدرج يمر من دون سلام. أول الإكرام سلام، ثم ابتسامة، ثم يلين له في الكلام. يلين الكلمة الطيبة مع اللطف. أيها الإخوة الكرام، الإكرام كلمة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهذه نصيحة لأبي ذر ولأبي محمد ولأبي محمود ولأبي خالد
ولكل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، يعني يا أبا فلان، هذا المقصود من الكلام، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر لحمها، ما كل الناس يستطيعون. إذا طبخت مرقة فأكثر مرقها وتعهد جيرانك، لأن الهدية هذه هدية كانوا يسمونها هكذا، كنت أعرفها، يسمونها سكبة من عند الجار. من أتى لنا بهذا الطعام اللون؟ ما طبخ، لا، هي سكبة أبو فلان ما شاء الله. يشعر بأن جاره هو أخاه، بل أنه أقرب إليه من أخيه، هذا نوع من الإكرام. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت ويرى أن أهل بيته قد ذبحوا شاة. انظر إلى الإكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ اسمعوا يا جماعة، مو المسلم، مو التقي الورع الذاكر الحافظ، لا، هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ عندك شيء من الطعام، شيء من الفاكهة، أتاك بكمية، هل تعهدت جيرانك؟ هذه السنة، هكذا عاشوا، فكانت حياتهم محبة، وكان الجار في قلب جاره أغلى عنده من بعض أرحامه. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعرف حديث النبي، يحفظه الصغار والكبار: ما زال جبريل يوصيني بالجار. كل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شو يعني؟ أنه هذا له حق، يعني فكرت أنه سوف، إذا مات الإنسان سوف يرثه. يوم من الأيام سألت نفسي: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تأتي هذه التعليمات الإلهية؟ أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أنه إنسان يبيع بيته من وراء جاره؟ هل تصدق أن إنسان يكره حي بأكمله يعيش فيه من وراء جاره؟ هل تصدق أن إنسانا يترك بلدا من وراء جاره حتى لا يكون هذا، وحتى لا يكون الضيق والكرب في القلب؟ أمر بالإحسان إلى الجار. قديما باع إنسان بيته بأبخس الأسمان، بيت متعوب عليه: يا فلان، بيتك يساوي آلاف مؤلفة، لماذا بعته بهذا الثمن البخس؟ فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا أن هناك جارا ينغص، نغص له حياته. فقلت لهم: كفوا الملامة، إنها بجيرانها، بجيرانها تغلو الديار وترخص. أيها الإخوة الكرام، من باب الإكرام مواساته عند الحاجة. الإنسان صار معه أمر من أمور الدنيا، يفتح بيته إلى زمن ليس ببعيد، ليس ببعيد، ما أكثر من 10 سنوات، عند العزاء، عند الموت، هل كان الناس يذهبون إلى الصلاة؟ ما هي الصلاة شغلة جديدة حتى في الأفراح،
إنسان يدعوك إلى فرح ابنه أو ابنته، لوين المكان؟ بيقول لك عند جارنا في الطابق الأرضي. عرفته؟ معروف، إكرام، مواساته عند الحاجة. إذا كنت صاحب اختصاص وكان لك جار، الطبيب يعالج جارنا، يعني ليس من المعقول أن يأتي إليك جار وتأخذ منه. إذا قصدك في وقت متأخر من الليل وكنت طبيب، الطبيب يعالج. الغني يواسي، صاحب الحرفة والمهنة، لو كان عنده مشكلة في الكهرباء لو أنا جاهز. هكذا تدوم المحبة، وكل في حرفته وفي صنعته. من باب الإكرام أن تعلم جاهلهم. الإنسان إذا كان بعيد عن الله، باللطف بالكلمة الطيبة أن تأخذ بيده إلى الله. قل له حد لك قبل الصلاة بعشر دقائق ونذهب ونصلي وإياك صلاة الجمعة في بيت الله عز وجل، هناك مجلس علم في المكان الفلاني، تعاهده بدينه. أيضا أيها الإخوة الكرام، في حديث معاذ قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال إن استعانك فأعنه، وإن احتاج إليك أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءك، أي تحزن، وعزيته. ولا تؤذه بقتار قدرك، أي برائحة طعامك، إلا أن تغرف له منها. أتيت بطعام، أو كانوا يقيمون شواء أيام زمان لما كانت البيوت كبيرة، ولما كان الخير في بيوت الناس، ونسأل الله أن يديم الخير في هذه الديار. سوسك بلجارنا عنده امرأة حامل، لعلها يعني توحمت على هذه الرائحة. أين الآن؟ أين الجوار؟ كل إنسان يعيش منغلقا على نفسه. ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه. قال وإن اشتريت فأهدي له منها، وإلا فأدخلها سرا، ولا يخرج ولدك بشيء منه يغيظ به ولده. يخرج الطعام ويريه للأولاد ولا تقدم له شيء. أيها الإخوة الكرام، ومن باب الإكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان له جار في حاجة أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه. هذا يسمى حق الشفعة. تريد أن تبيع الدار، تروح لعن جارك: سلام عليكم يا جار، أنا أريد أن أبيع هذه الدار، أريد أن أسافر، أريد أن أذهب، بيتي صغير، هل لكم حاجة؟ هذا يسمى حق الشفعة. الجار أولى بالشفعة، لعله يشتريه لأمه يقربها، إما يبلغن عندك الكبر فيكسب برها. تسمع، البيت انباع، من جاء إنسان غريب، لو أخبرتني. اعرف أنه من الإكرام أن الجار أولى بالشفعة. أيها الإخوة الكرام، أيضا بعد الإكرام أن تكف أذاك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. البائقة هي الفتك والشر والإضرار بالناس.
أيها الإخوة الكرام، كيف يكون الأذى؟ كيف يكون كف الأذى؟ قال: تصفح عن ذلته ولا تطلع على عورته، وأن تغض الطرف عن محارمه. وفي هذا الزمان إذا كان طابق أرضي ألا تلقي عليه القمامة والماء من أجل أن يتمتع بشيء من الخضار في بيته أو على شرفته، يبدأ ويستعمل الماء. مو بس أنت، قد لا تفعل ذلك أنت، هل تتابع هذا الموضوع؟ هل تتابع هذا الموضوع مع زوجتك، مع خادمتك؟ انظر إلى الأذى الذي يحل بالناس في الطابق السفلي. أيضا من كف الأذى إذا كان الإنسان ذا وفرة في مال أو جاه، في عمله، عنده جاه مكانه. هذا في هذه الأيام نراه بأعيننا، إذا كان ذا وفرة في مال أو جاه يبدأ ويؤذي جيرانه، هذا ما تربى وما عرف التربية، يغلق سيارته على سيارة الجوار أو على سيارات الجوار، ولا يستطيعون التكلم معه لأنه ذا جاه. وهل يدوم الجاه؟ وهل يدوم المال؟ يضع سيارته في مكان غير مخصص للوقوف لكل جيران، هذا كف الأذى. أيها الإخوة الكرام، علم أولادك أن يقوموا بحق الجيران حتى لا يتربوا على الحقد والكراهية والتعالي، لأن الإنسان كما يتربى يكون في المستقبل. أيها الإخوة الكرام، ومن حقوق الجار أن تتحمل أذاه. بدك تطول بالك على ما يصدر منه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا قمت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. المحسن مين؟ من يتحمل، يتحمل الجار. كن محسنا. فقلت: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. لذلك لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان رجل أمامه يمدح رجل، فقال له: هل جاورته؟ سكنت معه؟ قال: لا. قال: لم تعرفه؟ بدك تجاوره حتى تعرفه، تعرف إحسانه. ثم قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: لم تعرفه؟ ثم قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: لم تعرفه؟ ميزان للرجال، جاوره، شوفوا، لأنه كثرة المخالطة في الصباح وفي المساء وفي الظهيرة يبان الإنسان على حقيقته. إذا جاورته أو حاككته، إنسان تعرفه من 10 سنين دينه مصاري، لك رجع لك يا هون بعد شهر، شهر شهرين، والشهرين سنتين، والمصاري صار لهم مالهم قيمة، وآخر شيء بيرجع لك يا هون إيش؟ كما أخذهم ولم يبقى لهم قيمة. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له: لي جار يؤذيني كما حال الناس، ويشتمني
ويضيق علي. فقال: اذهب فإن عصى الله فيك فأطيع الله فيه. إن عصى الله فيك فأطيع الله فيه. أيها الإخوة الكرام، رضي الله عن الإمام أبي حنيفة النعمان، هلا بيجي واحد بيقول لك حنفي، مذهبي حنفي. سيدي اسمع، أيها الحنفي وأيها الشافعي وأيها المالكي وأيها الحنبلي وأيها المؤمن، لأنه سيدنا أبو حنيفة قدوة، عالم من علماء المسلمين، كان له جار فاسق كل يوم يشرب الخمر، كل يوم حشيشة، كل يوم بالليل تطلع معه لا ينام، يأتي بالطنبور والإمام في صلاة وعبادة. كان إذا جن الليل أقبل على الغناء واللهو ويغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. حفظ هذا البيت من الشعر: ليوم كريهة وسداد ثغري. يوم من الأيام بعد العشاء بساعة، بساعتين، بثلاث ساعات، افتقده الإمام أبو حنيفة. وين جارنا؟ لا صوت، لا زمور، لا طنبور. فقيل له: أخذه الحرس البارحة وحبسوه. نفس الليلة ترك كل ما يعمل به وقال: قوموا بنا إلى خلاصه، فإن حق الجار واجب. أتى مجلس الأمير، فلما بصر الأمير أبا حنيفة قام إليه مسرعا، قال له: يا أمير، جئتك من أجل محبوس، وهذا المحبوس من جيراني. لك الله موصي بالجار يا جماعة، أسألك أن تطلقه وأن تهب لي جرمه، أنا بعود بداله، هذا جار. فقال: قد فعلت، وسوف أخرج في هذه الليلة كل من في السجن تكريما لمقام أبي حنيفة. أخذ بيديه وأعاده إلى الدار، وهو في الطريق مازحه وقال له أبو حنيفة، يقول لجاره: هل أضعناك؟ هل أنت كل يوم بتغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ قال له: ضيعناك يا جارنا. قال: فتاب من ساعتها وقال له: والله لا أعود إلى ما كنت أفعل في تلك الأيام. مين سبب صلاحه؟ جاره. أيها الإخوة الكرام، أعرف أن الواقع أليم أكثر مما أتكلم. في جيران من جماعة يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولكن الإنسان يعني يصبر ويحتسب، يستطيع أن يفعل، أن يذهب، أن يشتكي، أن يرفع ادعاءات، ولكن لولا أن النبي أوصى، احتسب عند الله عز وجل، اصبر على الأذى. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر من الصفوف الابتدائية، حتى أنهم يعلمون أولادنا في سن 3 سنين و4 سنين. ما بتعرفوا الجار اليهودي الذي كان يجعل القذى على باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم يحط أذى، يعني قذورات، يعني قمامة. النبي إيمون وما يتكلم بشيء، حتى أتى يوم ولم يكن هناك قاذورات، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه مريض، فقال: يا أبا بكر، هل لك إلى خير؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: نزور جارنا اليهودي. اليوم ما قدم لنا ما يقدم كل يوم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهدية وذهب إليه وقرع الباب
من في الباب؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم. أي تربية هذه؟ وأي إحسان هذا؟ وأي درس هذا؟ فتح الباب وكله وجل، فتح الباب وكله ندم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما هي إلا لحظات حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والله لا يفعل هذا إلا نبي. اللهم خلقنا بأخلاقك وارزقنا من الخلق حتى نتمثل حسن الجوار والإحسان إلى الجار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان في مناسبة جميل أن تدعو الأرحام، لكن ادعوا الجوار. أدلكم على شيء، إذا كان هناك مناسبة الآن مثلا ذكرى المولد أو بداية رمضان، اقتنص المؤمن قناص، يقتنص المناسبات، ينتهز الفرص. أن تقدم لجيرانك هدية بهذه المناسبة حتى تدوم المحبة، حتى تدوم المودة. الناس كانوا يجلسون مع بعضهم كأنهم أسرة كبيرة، الآن أنت تعيش لوحدك، لأنه الجار لما يكون مع جاره بالإلفة والمحبة يمتد الخير. فقير بيساعد الغني، الإنسان له مكانة يصير بيساعد الإنسان الذي يعني ليس بعزيز. اللهم أعزنا بطاعتك واجعلنا ممن يحسنون إلى الجوار، من الكلام إلى الابتسامة إلى البذل إلى العطاء، وما بتروح عند الله. وهذا الإمام أبو حنيفة هو درس لنا في هذا اليوم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.